اللي يرسب بالرياضيات وحسابات الأرقام مو شرط يرسب بالسياسة وتشكيل التحالفات. خلاصة مبكرة لما يجري على الساحة الشيعية اللي تشهد استقطاب خطير على خلفية إعلان نتائج الانتخابات وخسارة قوى مهمة أبرزها تحالف الفتح ومن معه. واقع الحال أن المعركة الانتخابية انحسمت شيعياً لصالح الصدريين ولا مجال لتعديل النتيجة. الحكم صفر والمفوضية خصمتها، أوراق الاقتراع انرزمت والطعون ما راح تغير شيء، ولا عزاء للخاسرين سوى التعاطي بواقعية مع النتائج والقبول بها وترتيب أوراقهم السياسية اللي مو بالضرورة تكون انعكاس لأوراقهم الانتخابية. صحيح القوى الخاسرة هانت عليها نفسها وما جاي تستوعب وجاي تمر بمرحلة صدمة، بس هيك نوع من التفاعل مو صحيح، لأنه البكاء ما راح يسوي شيء ولربما يودينا إلى تجلطات بالعملية السياسية لو حتى بشرايين القوى الخاسرة. آخر المستجدات احتجاجات وقطع طرق في بغداد والمحافظات الجنوبية اعتراضاً على النتائج، وهاي الاحتجاجات جت بعد اجتماعين. الأول صار البارحة ببيت عمار الحكيم وانتهى ببيان حمل المفوضية مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي وحذر من انعكاسه السلبي على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي. أما الاجتماع الثاني فعقدته فصائل المقاومة اليوم الظهر وأكدت على نفس المبدأ، رفض النتائج والتصعيد بغض النظر عن شكل التصعيد، شلون راح يظهر ووين وش وقت وإلى أي مدى يوصل. لكن هل هذا الخيار صحيح؟ بالتأكيد مو صحيح، ويعكس سوء تقدير للموقف ويوحي بأن الخاسرين اهتزت ثقتهم بنفسهم، وينطي انطباع إنهم يفهمون الديمقراطية بطريقة مغلوطة ويعتقدون أن انخفاض مقاعدهم يعكس ضعفهم. لكن من راح يفوقون من الصدمة راح يشوفون أنه فرصة الفتح ودولة القانون والعقد الوطني وقوى الدولة وبابليون والمستقلين المحسوبين على هذا الخندق لا زالت قائمة وبقوة، وإذا حسبناها بدقة فمقاعدهم راح تتجاوز مقاعد التيار الصدري. وكنا نعرف مدى براعة رموز دولة القانون والفتح بعقد التحالفات ويا الكرد والسنة. منين جاي هذا السيناريو؟ جاي من كون التيار الصدري ألزم نفسه بفكرة أحقية الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، على اعتبار هم يمثلون الكتلة الأكبر، وبهالمنطق من حق دولة القانون والفتح والآخرين الذهاب بنفس الاتجاه وإلزام الصدريين بما ألزموا به أنفسهم. معنى أنه على الخاسرين ترك النشيدين، نشيد البكاء ونشيد السلاح، والعودة إلى السياسة. المباراة بعد ما خلصانة اللي انتهى منها والشوط الأول التيار أخذ 73 جول، وباقي شوط المدربين اللي ممكن يسجل بيه المحور المقابل 80 هدف، وبالنتيجة الشغلة كل السهلة. قبل يقولون رحم الله أمرئاً عرف قدر نفسه، لكن بتحوير بسيط ممكن نقول رحم الله أمرئاً عرف سر قوته وتعاطب واقعية مع النتائج واعترف بيها. قلناها ونكررها، مو شرط اللي يخسر بالرياضيات وحسابات المقاعد يخسر بالسياسة وحسابات التحالفات. ممكن يرسب هنا بس ياخذ امتياز هناك. وخذوا العبرة من التاريخ، وما التاريخ عنكم ببعيد بس جيب لي كظها.